السلام عليكم احبابنا. السوجي تاعنا اليوم هو الحفاف في الجيري. او كيفاش كان الحفاف يا مات زمان؟ شوف وليدو نضربك بتحفيفه تاع لاكوب تخرج لبرا ما يعثروكش كامل يا محيلك. عمي راشد مفروض لك عمل لي كوب هاوس. ها ما تحشمش واحد الخبيط كوب هاوس، ما تحشمش تحفف التحفيفه غريبه على المجتمع. على بالو بابا. واش دخلني في بابك؟ ما على باليش كامل بها انا. نقولك حاجه، بسي نحفل لك كوب بنانه ضربك بسي شواري ميدوكا حاجة واحدة أخرى كامل. شوف أعطيني زيقة منا وزوج منا وأعطيها لي هاك وهاك على حساب المنقوشة راح نديرها. وماذا بك؟ شوف منا خليها لي كيما داك الديك الرومي باش نبان بالبعيد حق تعرف. بعيدا على لي كوب هادوما والزيقات، تبقى الحاجة الأولى اللي معروفين بها الحفافين في الجيري سيكو يهضروا بزاف. يلا غالب يا خو ما قدروا لهم شيخ، والاربيت هذاك باين باللي شراوه. كيفاش يخرج لنا زوج لي جوار بحمراء؟ كيف احنا جامي نخسروا في استادنا؟ واش بيك اخويا؟ هادي يلا ميكانيك لازم تشم البروبليم. واش بيك؟ انا باكي نطيح اون بان، نسمع الرنه تاع الموتور نفيك تمتم ونا البروبليم. اي اخويا لا بوليتيك صعيبه يا خو، واش بيك داخله فيها المعارضه؟ هاك قال لك هما اللي يحبوا يخلطوا الحاله، ودي ماشي موحد داخل فيها فرنسا اسرائيل ما ادريش كامل يا خو. هادي صارت لهم كيما الحرب البارده بين روسيا وامريكا. انا شغل سامع بها. ماني سامع بها كان هادي حرب شغل صارت بلا سلاح. دوك نفهمك فيها عباك، انا الحرفه هادي شغل دايرها زياده برك نعاون بها روحي، باسكو انا عباك نهضر سبع لغات بلا ما تحسب القبايليه، وعندي ماجستير ودكتوراه في البسيكولوجي ثاني. تسمى نشوف البنادم هكذا برك في عينيه نقدر نميز واش يكون كاع. شوف على كل حال انا قريت ميدسين يا خو، بصح شنو كي صار لك بروبليم ولا يا خويا؟ انا ننصحك بالاعشاب يا خو، كاينه العشبه تاع البنج خير يا خو تنوض في جوايه الهم يا ودي. اختار شربت منها واش نحكي لك يا خو؟ هي الشركه تاع بوينغ على بالك، هما سبيسياليتي طيارات، داروا واحد العفسه هذا شغل باش الطياره ما في خلاص راك روزان وتقعدكم شي نورمال. راك فاهم في هذه؟ راني فاهم. تحفل لي دوكا. اذا صح نحفلك وما لا جيت لهنا باش تقصر ولا كيفاه؟ اون ولو كان يحفف لك مليح معليش، البروبليم سيكو فلافا يهلك كامل. اي نورمال يا خويا، اي خلاص دوزيام ميتون. اها عندك تقبه في راسك هنايا؟ لا ما عنديش. ما طحتش كي كنت صغير ولا جامي؟ واش بيك؟ اي نكملوها كاع بالزيرو وخلاص يا ها. اصبر شو دقيقه برك يا خويا. وي فريد شفت برنامج ميتون؟ ما كان والو كامل. لا وشنو؟ ما تقوليش جا. اسمع رجالك دراما كلها مازال. اه راح تريسيتي ودوك نروح انا بنص تحفيفه خو. يا خويا والله يا الله غالب سمح لي بزاف يا سمحونا انتوما ثاني خاوتنا. نخرج هكذا انا يا خو. يلا غالب يا خو والله غالب يا اي بيسك. الحفاف هو البلاصه اللي يتلاقاو فيها الناس تاع الحومه كامل، دونك اوتوماتيكمون هو البلاصه اللي فيه الاخبار تاع الحومه كامل. يبدي مراد يسكن قدامكم هذاك يا محينك، شنو مرصود راه في خريسيه؟ زوالي مسكين هذاك. زوالي ما تقعدش بينا انت راك راقد يا محينك، طلع لي بيلي في تروازيام ايطاج. اسمع انت ما تقلقش روحك فيها خير ان شاء الله يا اخي. وشنو؟ فيها خير، الخدمه اللي ما قبلوكش فيها غير كيما هذيك. اسمع زين نقول لك حاجه، مبروك عليك يا خو. وشنو؟ مبروك عليك الكارطة نورمال يا ودي نورمال. الو اخذني كارطة العسكر. شفت كيفاش قلت لك؟ وشنو على بالك قبلي؟ صح كاينة حاجة تعجبني بزاف في الحفاف الجزائري وهي النظافة. او فو اسمح لي يا خويا جرحتك. معليش يا خو ماشي مشكلة، ياك الله ما جديدة برك. جديدة خدمت بها اليوم برك يا خو. اسمع فهمني، جديدة ولا خدمت بها لواحد أخرى؟ ياو جديدة حفظت بها يا ربي 50 بنادم، وشنو جرحتهم كامل يا خو؟ إيه واش بيك نورمال، الدم تاعهم كاين اللي راهم هنا، ديجا لو كان ماشي جديدة، امبوسيبل تجرحك واش بيك؟ ما يبقى المومو الواعر كامل تاع الحفاف هو نهار واحد قبل العيد. أوه يولي يحس روحو لتما خشين. جيت تحفف نتايا؟ ولا عايش تحفف باهي. مشي انت هذيك النهار في لاميري طولتي في شهادة الميلاد. تحفف ما قلتليش بلي تحفف وتر من جوزك انت له. برا. لا برا. واش خدم نتايا؟ يا خو انا نخدم طبيب. طبيب هاد الايام تجيب لك الدراري تهلا فيهم. ماشي مشكل جيبو لك شاف. يا خو يحفل يمك يا حمد. خلاص ما فيش تعاود. بون على كل حال هضرنا على الحفافين بزاف، بصح شنو هما تاني يحليلهم؟ لا باسكو الناس يعيو تاني. حبيبي تحفف انت؟ راني نشوف الماتش يا. انت تحفف يا خو؟ يا ودي التليفون ديشارجي، راني شارجي فيه شويه برك. بصح علاش هكذا دوك الناس كي يجوا يشوفوا الغاشي هذا يقول لك ما كاش بلاصه يا خو؟ لي سيبوردو تاع الحفاف انتوما. حبيبي
ياك تحفظ؟ اي خلات الجورنه حتى الجورنه حسبت ما فيه. يا بصحتك حبيبي. سلام ما خرجنيش ما بيكام. بيكام؟ وش من بيكام يا ابدي؟ شوف روحك وش بيك. ما قلتلكش قاك انا. ما جاش فوتلي ولا ما قلتليش، الله غالب حبيبي، شعرك حرش وش بيك؟ انت خاطق الحفافه وخلاص الحين. تربح. السلام عليكم خويا، راك خدام؟ راني خدام حفله راني جاي. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. يا اخو الله يسرك، راك تشوف شعري، شوف نقص منه مليح وشنو خليك إمارة؟ أحب تحبيني يا اخو. باينة يا اخو، خليك إمارة ونقص له. كيفاش هادي ما فهمتهاش يا اخو، فهمني فيها هادي. صح راك تشوف هادي الشعرة. وين هادي؟ هايديك صغيرة هادي. وين يا اخو وين؟ هايديك. هايديك خلاص هادي دوك نحيها لك ماشي مشكلة. لا هاديك ما تنحيهاش، عزيزة عليا بزاف هادي. مي مالغريتو يبقى الحفاف الجزائري خير من الحفافة، باسكو الراجل نهار عرسو يحفف باطل ماشي كيما المرأة، نهار عرسها التم اللي شحطوها في السومة. بيان سور الحلقة تاع اليوم سيتي جوست قصرة وبليزير، نسلموا على كامل الحفافين تاع الجيري، أنا ما بقي نقول لكم كي العادة غير الله يفارقنا بلا ذنوب يا من عاش. إي ما تنساوش تابوني وفلاشين يوتيوب، كليكيو عليا كليكيو هنا كليكيو هنا. هكذا باش الفيديو تلحقكم غير تخرج في رمضان ومور رمضان. اي كاين لي فيديو قوة رم جايينا غير ابونيو. يا واش تستنى؟ يا كليك هنا.